طيب شيخنا الكريم، يعني تحدثنا في الحلقة الماضية عن نقد استدلالهم بآية التطهير، نعم. يعني نود أن نتذاكر يعني موجزا مختصرا لوجوه الرد على استدلالهم، ثم ننطلق بإذن الله سبحانه وتعالى في إتمام نقد بقية استدلالاتهم. نعم، هو طبعا نحن لو قلنا إنها آية التطهير من باب التنزل، نعم، وإلا هي ليست آية وإنما هي جزء من آية، قلنا ثلث آية، نعم، وليست آية كاملة وإنما ثلث آية، وذكرنا أن سياق الآية وسباقها يدل دلالة ظاهرة واضحة على أن المخاطب هم نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكرنا أن التطهير لا يعني العصمة كما يدعون، وبالتالي لا يعني الإمامة التي يزعمونها، لا يعني عدم السهو والخطأ أبداً أبداً أبداً، هذا كله دعاوى باطلة. نعم. ثم كذا قلنا إن التطهير مطلب من الله تبارك وتعالى لكل أحد، والله تبارك قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. نعم. والله تبارك يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله يريد للجميع أن يتطهروا، بل قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وقلنا لا يلزم من التطهير العصمة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهكذا كثير. فهي دعوة باطلة أولا من حيث الجملة، ثم من حيث التفاصيل ذكرنا أنه لا يصح أبدا أنها نزلت في علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وإن كان لا شك أهلا لذلك، لكن أهل شيء ونزلت شيء آخر، وإنما قلنا دخلوا هؤلاء الأربع المباركون دخلوا في مفهوم طلب التطهير لهم من الحديث وليس من الآية، والحديث الذي روته عائشة والذي أخرجه مسلم، وقلنا إنهم لا يجدون سندا صحيح لهذا الحديث في كتبهم، وإنما يأخذونه من كتب أهل السنة الذين رووا هذا الحديث، بينما هم يعجزون عن أن يثبتوا ذلك. وسيأتي الكلام على حديث الكساء يعني في طيات هذه المراجعات. وذكرنا أيضا أن مما الجمع إنما جاءت يطهركم ولم يطهركن لدخول سيد البيت وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب البيت، لما دخل معهن جاءت بميم الجمع بدل نون النسوة. هذا تقريبا ملخص أنه لا يصح ولا يجوز الاستدلال بهذه الآية على أنهم هم المعصومون، على أنهم لهم الإمامة من هذه الآية. هم هي منتزعة من هذا السياق، وتحديناهم منذ ثلاث حلقات. نعم، هذا والعياذ بالله هذا من خبثهم. نعم. عندما يقول أن الآية ليس هذا مكانها، وإنما انتزعت من مكان آخر وضعت في هذا المكان، تارة يقول الرسول وضعها وتارة يقول الصحابة، هذه دعوة التحريف. نعم. ومن زعم ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا والعياذ بالله. وسبق يا شيخ تحديناهم من ثلاث حلقات. نعم. أن يأتوا بآية واحدة إنما يريدوا ليست مسبوقة بسياق. نعم نعم، كما وإلى الآن يعني يتصلوا كم اتصل من المخالفين. نعم. ولم يتكلموا ولا بكلمة واحدة عن هذه المسألة. لم، وأنا أقول ولن. التأكيد. لم ولن. نعم. الله يجزاك خير. الله يبارك فيكم.